أهلا بكم. من ربح في المناظرة الأخيرة، ترامب أم بايدن؟ نسخة مختلفة تماما رصدها المشاهدون، ما كانت أبرز لحظاتها وكيف تفاعل الناشطون معها. اتفاق وقف إطلاق النار يفرح الليبيين وتساؤلات هل يصمد؟ في أنتم أونلاين رصاص طائش في لبنان يغضب المغردين، ولص يسرق جوال مراسل مباشرة على الهواء في الأرجنتين. عناوين أخرى أيضا في حلقة جديدة من أنتم أونلاين أقدمها مع غادة سعد. مرحبا غادة. مرحبا. إذن المناظرة الأخيرة بين بايدن وترامب التي وصفت كما وصفها المتابعون بأنها الأفضل، نحن رصدناها على السوشيال ميديا، ماذا رصدنا؟ كانت الأفضل مقارنة بالمناظرة السابقة. اتسمت هذه المناظرة بالهدوء والاحترام المتبادل بين المرشحين. ترامب كان أكثر هدوءا، لم يقاطع بايدن. فبعدما كانت نتائج استطلاعات الرأي أظهرت بعد المناظرة الأولى تقدم بايدن، ربما ترامب حاول في هذه المناظرة أن يعكس صورة مختلفة أكثر احتراما للمكان الذي هو متواجد به. سنبدأ مع أكثر موضوع لقي تفاعل على السوشيال ميديا. ترامب خلال المناظرة بالأمس قال إنه أكثر رئيس قدم للسود في الولايات المتحدة منذ الرئيس الراحل إبراهام لينكولن. يذكر أن الرئيس الراحل إبراهام لينكولن ارتبط اسمه بإلغاء الأرق والعبودية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1863. سنشاهد ماذا قال حول هذا الأمر ترامب ولماذا كان هناك ضجة في هذا الإطار. Racist person. I can't even see the audience because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least. أيضا كان هناك رد أتى مباشرة من الناشطين على السوشيال ميديا عبر سلسلة فيديوهات مركبة، نتابع هذا الفيديو. Look at us, two of the most beautiful, good-looking presidents ever. Honestly? Well, you had a few mistakes. I don't want to say mistakes, but they're mistakes, quite frankly. I formed a more perfect union. Unions? Huge mistake. Sad mistake, quite frankly. I've heard very bad things about them. I signed the Emancipation Proclamation abolishing slavery. So you're the reason I have to deal with all these Black Lives Matter people. They're driving me crazy. I did form the national banking system. That's what I would lead with if I were you, quite frankly. المرشح الديمقراطي غادة هاجم خصمه بشأن الهجرة، اتهمه بأن هناك سياسة إجرامية متبعة حيال المهاجرين ولا سيما الأطفال، وكانت هناك منظمة حقوقية ووثائق قضائية كشفت أن السلطات الأمريكية فشلت في تحديد أماكن أكثر من 545 طفلا مهاجرا فصلوا عن عائلاتهم. إدغار غرد في هذا الإطار، سأل هل قال ترامب للتو إن الناس في المخيمات يتلقون رعاية جيدة؟ يا لها من مسحة. أيضا هذا الناشط يقول في تغريدة على تويتر، في تاريخ السياسة الأمريكية لم نشهد أبدا سياسيا يظهر قدرا أقل من الإنسانية في مواجهة سؤال حول الأطفال الذين لا يستطيعون العثور على أبائهم مما فعله ترامب الليلة. كانت واحدة من أكثر اللحظات غرابة في تاريخ الجدل السياسي في الولايات المتحدة. أيضا فاطمة، من بين العناوين الأكثر بروزا في المناظرة بالأمس كان الحديث حول المناخ. بايدن يقول أنه في حال أصبح رئيسا سيحاول أن يخفف من الانبعاث الكربوني، في حين ترامب يقول أنه إذا قام بايدن بهذا الأمر العديد من العائلات بل الآلاف ستحرم من مداخلها بسبب تأثر اقتصادهم. حاكم ولاية تكساس يدعى جريج كتب على صفحته على تويتر، يقول بايدن يريد الانتقال بعيدا عن صناعة النفط، لقد قتل للتو الراتب الذي تكسبه العائلات المجتهدة في تكساس، جو يريد فقط الانتقال بعيدا عن تكساس، تذكروا ذلك يوم الانتخابات عندما تقومون بالإدلاء بأصواتكم. أيضا هناك فريق من الصحفيين في صحيفة نيويورك تايمز قاموا بالتحقق من المعلومات التي أدلاها المرشحان إلى الانتخابات الرئاسية ليتبينوا ما إذا كانت صحيحة أم مغلوطة. سنقرأ عينة. بايدن أدلى بتصريح أنه في معظم الولايات التي يقودها الجمهوريون تعاني من تفشي فيروس كورونا، في مقابل أن الولايات التي يقودها الديمقراطيون لم تتأثر بهذا الشكل.
الأول، الصحفيون تقصوا من هذا الأمر ووجدوا أن هناك مبالغة في كلام بايدن. في تغريدة أخرى قال الرئيس ترامب مرارا أنه لم يفعل أي رئيس من أجل السود أكثر منه. في الحقيقة أن المؤرخون أو المؤرخين يتفقون على أن معظم الإنجازات التاريخية هي كانت في عهد ليندون جونسون. من بين المواضيع البارزة كما ذكرنا المناخ وكورونا والعنصرية، وأيضا اتهامات موجهة لروسيا والصين وإيران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، ترامب كان يعول أن يتم التركيز على سياسته الخارجية تحديدا في الشرق الأوسط لكي يكسب النقاط في هذه المناظرة. ولكن من ربح بالأمس؟ هناك عدة استطلاعات للرأي. البداية مع CNN تقول أن بايدن تقدم على ترامب بفارق 14 نقطة. بايدن حصل على 53% من التأييد مقابل ترامب حصل على 39%. في المقابل كان هنا إريك ترامب وهو نجل الرئيس دونالد ترامب، نشر هذا الاستطلاع الذي عرضته قناة فوكس نيوز المعروفة بتأييدها لترامب. تظهر تقدم دونالد ترامب بنسبة 74% مقابل بايدن 24%. أيضا ترامب بدوره شارك بالأمس بعد انتهاء المناظرة سلسلة استطلاعات رأي تظهر تقدمه على منافسه بايدن، في إطار التأكيد على أنه استطلاعات الرأي الأخرى سواء CNN أو غيرها هي غير صادقة. ليندا هيدالو وهي سياسية كتبت على صفحتها بأنه جو بايدن أظهر المعرفة العميقة بالقضايا والاهتمام بتفاصيل السياسة التي نحتاجها للإصلاح الأساسي بشأن تحديات مثل البيئة وإصلاح العدالة الجنائية. في المقابل ديفيس يرى أن رسالة بايدن في المناظرة كانت بسيطة للغاية، سيغلق البلد بأكمله ويرفع الضرائب ويدمر صناعة الطاقة الأمريكية. فاطمة، حتى آخر اللحظات في المناظرة بالأمس كانت عيون الناشطين على السوشيال ميديا تلاحق ترامب، لطالما كانت العلاقة بين ترامب وزوجته ميلانيا تأخذ حيزا من التساؤلات على السوشيال ميديا. في نهاية الحدث بالأمس صعدت السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى المنصة لمقابلة زوجها، لكن وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن السيدة ميلانيا بدت باردة تجاه زوجها ترامب، كما أنها حاولت أن تتجنب أن تدعه يمسك يدها في نهاية هذا الحدث. هذا المشهد المتكرر دائما جداً لدى الزوجين. بالمناسبة غادة، بايدن الذي أراد أن يصبح رئيسا منذ 30 عاما، إذا حصل وفاز فإنه سيكون نهار التنصيب قد بلغ 78 عاما، وبذلك يكون أكبر رئيس منتخب لأول مرة على الإطلاق. وأيضا مسألة العمر هو ما يتحدث به ترامب منذ بداية هذه الجولات الانتخابية التنافسية. صحيح، ويحاولون الحصول على أصوات الكبار في السن تحديدا عندما نتحدث عن جائحة كورونا وكيفية التعاطي مع هذه الأزمة. بالحديث عن ترامب، كان هناك أيضا موضوع يشغل السوشيال ميديا بالأمس وقبل المناظرة الأخيرة مع بايدن. قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببث مقابلة أجراها مع قناة CBS الأمريكية، مدة البرنامج 60 دقيقة، إلا أن ترامب انسحب من المقابلة أو قطع المقابلة بعد مرور 38 دقيقة من بدايتها. كما قام بنشر هذا مقتطف من المقابلة قبل عرضها على القناة، وهو أمر يعارض الاتفاق أو البند المتفق عليه بين البيت الأبيض وشبكة CBS. السبب الذي دفع ترامب إلى مقاطعة المقابلة أنه اتهم المذيعة أو المحاورة أنها كانت متحيزة وأن سلوكها لم يكن مهني وموضوعي في طرح الأسئلة والتعاطي مع ترامب. عبر عن ذلك في تغريدة أيضا، يقول أنه يريد أن يستبق عرض الشبكة لهذه المقابلة ضمن برنامج 60 دقيقة كي يكشف تحيز الصحفية التي أجرت الحديث وكراهيتها ووقاحتها. لكن كان هناك رد لشبكة CBS، قالت أنه الرئيس انتهك حقوق الشبكة لأنه يفترض أن تبث بعد 3 أيام، ووصفت هذا الانتهاك بأنه أمر غير مسبوق، بث التسجيل مسبقا. صحيح، أيضا حملت هناك فيديو سنستمع لهذه الكواليس التي نشرها ترامب، ثم تعودين لتكملي غادة. Well, then you brought up a lot of subjects that were inappropriately brought up. They were inappropriately brought up. Right from the beginning. Now, your first question was, this is going to be tough questions. Well, when you set up the interview,
Your first statement Mr. was... Mr. President, don't you think you should be accountable to Listen, the American people? Your first statement to me, this is going to be tough questions. Well, I don't mind that. But when you set up the interview, you didn't say that. You said, oh, let's have a lovely interview. And here's what I do say. So what? You don't ask Joe Biden. I saw your interview with Joe, the interview with I Joe Biden. I never did a Joe It Biden. Was a joke. The interview, 60 Minutes. I see Joe Biden giving softball after softball. That's no way to talk. No way to talk. حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن حاولت استغلال هذا الأمر وعلقت على صفحتها إذا لم يستطع ترامب التعامل مع مدة 60 دقيقة فلن يستطيع تحمل 4 سنوات أخرى ولاية ثانية. سنشاهد هذا الفيديو الذي انتشر. Oh, I didn't say that. You know, that's so misleading the way... Suburban women, will you please like me? I say jokingly, suburban women, you should love me. Suburban women, please vote for me. The way you have it, it's like, oh, like I'm begging. Will you please like me? Please. أسئلة كثيرة طرحت إزاء تصرف ترامب وقطعه للمقابلة ونشر لهذه اللقطات. يعني تساءل البعض يعني من الصحفيين أو المراقبين أنه لماذا يعتقد أنها فكرة جيدة وإيجابية مثل الصحافي أرون روبر. أيضا قناة فوكس نيوز تحاكم سي بي سي والمحاورة وتسأل كيف كانت هذه الشبكة غير مستعدة لمقابلة لمدة 60 دقيقة مع الرئيس الأمريكي. نتابع. With everything that Greg just said, she was a disgrace during that interview. She should be ashamed of herself and she should retire. She didn't do her homework. She didn't want to do her homework. She came in and said the president's campaign wasn't spied on. سنتابع بقية مواضيع أنتم أونلاين لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا. في تطورات قضية الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، قرر الاحتلال تجديد الاعتقال الإداري للأسير على خلفية قرار مستشفى كبلان رفض بقائه بذريعة أنه لا يتجاوب مع العلاج. كانت مجموعة من عناصر الاحتلال قد اقتحمت غرفته في المستشفى واختطفته إلى عيادة سجن الرملي من دون سابق إنذار، وهي عيادة بالمناسبة يصفها الأسرى بالمسلخ. كان هناك تفاعل كبير كذلك اليوم والجديد من الهاشتاجات والتفاعلات والدعوة لمساندة الأسير المضرب عن الطعام، منها هذه التغريدة ليزن يقول أن الاحتلال الصهيوني يمضي في طغيانه ويجدد الاعتقال الإداري بحق الأخرس، ضاربين بحالته الصحية عرض الحائط، احتلال صهيوني حاقد ومجرم لا يفهم إلا لغة القوة، مع هاشتاج ماهر في خطر. تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس غرد هذا الحساب بالقول لا تتركوه يواجه إدارة سجون الاحتلال وحده، ماهر الأخرس ليس أخرس كما باسل الأعرج لم يكن أعرج. وتغريدة لدانا تقول فيها لليوم 89 يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام، فبينما يخوض هو مقاوما منتصرا حرب الأمعاء الخاوية، قاوم أنت من مكانك ولو بكلمة حق أو دعوة صدق تحت هاشتاج أنقذوا ماهر الأخرس. غدا أخبار سعيدة لكن من ليبيا هذه المرة، التوصل إلى اتفاق تاريخي بين المتنازعين لاتفاق وقف إطلاق النار تم توقيعه في جنيف في لدى مبنى الأمم المتحدة. عرضت البعثة مقطع فيديو على الهواء مباشرة لمراسم توقيع الاتفاق، وقع الطرفان الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وتمنى المجتمعون أن يكون سببا لوقف نزيف الدم في البلاد وإنهاء معاناة الشعب الليبي، وكان هناك دعوات للليبيين ليكونوا يدا واحدة. في هذا السياق محمد كتب هذه أخبار ممتازة ومطلوب بشدة تعزيز الحوار السياسي الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، يعد توقيع وقف إطلاق النار خطوة
خطوة ضرورية للغاية لكي تحظى المحادثات السياسية بفرصة النجاح. محمد كذلك في سراد أكد أهمية تدابير بناء الثقة بما في ذلك إعادة فتح الطرق والمطارات ومحطات النفط وتبادل الأسرى والتصدي لخطاب الكراهية وسلوك وسائل الإعلام. على خريطة العالم العربي هناك الكثير من الأزمات، ننتقل إلى لبنان. لبنان والرصاص الطائش، مشكلة الرصاص الطائش لدى كل مناسبة سعيا إلى الابتهاج، غضب من أجلها المغردون والناشطون وأيضا على الأرض كان هناك غضب، وذلك على خلفية تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة، كان هناك عواقب وإصابات. نتابع هذه الفيديوهات. بعد مناشدات للقوى الأمنية والجيش تم الإلقاء على عدد من الأشخاص وصدرت ذخائر وأسلحة، وهذه الصور هنا من نتائج هذا الرصاص الابتهاجي الطائش. يعني كان هناك أيضا تخريب للممتلكات العامة للسيارات وأيضا للمباني، طبعا عدا عن الإصابات كان هناك هاشتاجات أيضا راجت على التايم لاين اللبناني يلي بأوس قاتل ورصاص طائش. في هذا الإطار عضو المكتب السياسي في تيار المردة في لبنان فيرا يمين كتبت: ليس الرصاص الطائش هو الطائش بل مطلقه، ما ذنب طفلة بعمر الورد، مع هاشتاج طرابلس. للأسف هذا المشهد يتكرر فاطمة في لبنان. في الآونة الأخيرة قتل لاعب كرة القدم محمد عطوي جراء رصاصة طائشة في لبنان، مع تكرار هذا المشهد للأسف. من الأزمات اللبنانية أيضا المعروفة انقطاع الكهرباء، لكن هذه المرة مباشرة على الهواء لدى مقابلة كان يقوم بها رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام. نتابع. We have been relying on our judges, our good judges, but the system is not. Hello. تمام سلام. You still hear me? I'm off the screen maybe. We have an electricity cut. They must have heard me talking about the energy. Thank you. And you and I have spoken about that before, yeah. And I really appreciate your time. That is... Yes. And in fact, not at all. The electricity is not gone. At all, thank you for your interest in Lebanon and keeping up that interest. Just, thank you. The state of... فاطمة، في العالم العربي هناك موضوع يشغل الناشطين على السوشيال ميديا، تحديدا فيما يتعلق بمقتل الأستاذ الفرنسي في فرنسا ذبحا قبل بضعة أيام بسبب عرضه صور مسيئة للنبي محمد، والقرار الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بترحيل عدد معين من المسلمين. في هذا السياق كان هناك حملة على السوشيال ميديا تحت هاشتاج مقاطعة المنتجات الفرنسية. حمزة شارك هذه الصورة وغرد بالقول: في دولة الكويت بدأ رفع المنتجات الفرنسية من الأسواق الكبرى في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية. وأيضا هذا الناشط شارك هذه الصورة وهي تضم مجموعة من البراندات أو الماركات الفرنسية العالمية، داعيا الناشطين إلى مقاطعة هذه الماركات. علي يتحدث أيضا عن الوحشية وينشر هذه الصور مشيرا إلى مجازر ارتكبتها فرنسا خلال حقبة الاستعمار، وبالطبع الإشارة إلى الجزائر. أيضا هناك تغريدة لجمال سلطان يقول فيها: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: الإساءة للرسول محمد لا تندرج ضمن حرية التعبير، وإدانة من يرتكبها لا يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير ولا تمثل خرقا للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. كورونا حاضر اليوم أيضا في حلقة أنتم أونلاين من خلال الزوجان جوزيف وإيفا الأمريكيان من ولاية فلوريدا. هما متزوجان منذ نحو 60 عاما إلا أنهما افترقا بسبب كورونا. سنشاهد هذا الفيديو معا. Somebody's waiting. Who's waiting for him? Who's waiting for him over here? Miss Eva, aren't you somebody? Look at me, sis. Who's here?
Who's here, Mama? Oh my God. Who's here? I'll help you out. Yeah, he's here, Mama. Oh, look at him, dear Mama. Look at him. Mr. Matthew. Oh, my God. خلال رسالة مباشرة على الهواء تفاجأ المراسل دييغو دي ماركو بلص يخطف جواله ويقوم بالركض هاربا. الحادثة وقعت في الأرجنتين. نتابع. فيديو آخر انتشر فاطمة اليوم. شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية كانت تلاحق مطلوب للعدالة فيما يتم تصويره من خلال الهليكوبتر. وخلال المطاردة توقف هذا الشخص الهارب في محطة بنزين وقام بتعبئة الوقود ودخل وأخذ خصم من الكاشي، ومن ثم أكمل طريقه وهرب بشكل عادي. المعلق أو المذيع الذي كان يبث هذه المشاهد قال أنه لا يمكن تصديق ما يحصل. ربما بإمكاننا نتابع بعضا من هذا الفيديو. Gonna get out and act very strange, maybe even getting gas. Okay, yeah, we're gonna try to get a little closer to this. Let me guide my pilot in. It's just north of the freeway, Tim. المعلق أعرب عن استغرابه يعني لمدى برودة أعصاب مجرم بأعصاب باردة، يعني نزل وعبأ سيارته بالوقود ثم أخذ الخصم ثم رجع ولم تصل إليه الشرطة مع أنها تراقبه. غادة، أثناء البحث عن مواضيع جديدة والترندات لليوم لفتني فيديو جديد عن تقنية الكوبي بيست، شيء جديد حديث مثير للاستغراب. سنتابع. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من أنتم أونلاين. نذكر فقط بمنصات الميادين. غادة، بالطبع الدخول إلى موقع الميادين .net باللغة العربية لمزيد من المواضيع المكتوبة وفيديوهات الميادين جو، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية والتواصل تحت هاشتاج أنتم أونلاين والدخول إلى منصاتنا فيسبوك وتويتر وإنستغرام. شكرا لك غادة، الشكر الموصول للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.